عشان تتابع قناة الروشتة من فضلك اشترك بالقناة ودوس لايك لو الفيديو عجبك وشارك الفيديو مع الآخرين، لربما الفيديو لو ما عجبكش أو ما نفعكش ممكن ينفع حد تاني، وفعل خاصية الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. بابا. نعم يا حبيبتي. خد يا بابا، طنط سعاد تعرف تولد امتى؟ طنط سعاد عايزة تعرف تولد امتى؟ ده تاريخ ال ايه؟ طيب تمام، احسبها لها دلوقتي. خدي كمان يا بابا. ايه دي يا حبيبي تاني؟ دي طنط نوها عايزة تعرف هتولد امتى. طنط نوها؟ وطنط سعاد؟ خدي كمان يا بابا. ايه تاني؟ دي طنط ايمان عايزة تعرف تولد امتى. طنط ايمان؟ اه. طيب حاضر، بقى وتلاتة عندي، استني بقى احسبهم بقى. حاجة تانية؟ خدي يا بابا. ايه دي تاني؟ دي طنط اسماء عايزة تعرف تولد امتى. طنط اسماء؟ مين طنط اسماء دي؟ آه. ومين طنط ايمان؟ ومين طنط نوها دي؟ ولا طنط اسمها ايه؟ مين دول؟ مين دول؟ دول صحوة طنط سعاد. صحاب طنط سعاد؟ ايه عايز مصحابها كلهم على ايه ده؟ وايه تاني؟ في حاجة تانية؟ دي كمان يا بابا، دي طنط. ايه دي كمان؟ طنط. طنط مين؟ طنط روها. روها؟ اه. ايه روها دي اساسا؟ في حاجة اسمها روها في الدنيا؟ لا بقول لك ايه، انا هقول لهم على حاجه. استني واحده، قولي لهم بابا هيديكم درس في الرياضيات، درس في الحساب. درس في ايه؟ في الحساب. انا هعلمهم يحسبوها ازاي من غير ما يسالوا حد. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال اللي بيجي لنا كتير جدا 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 هو امتى حولت باذن الله، وبيتقدم لنا تاريخ اخر دوره شهريه. سؤال كتير جدا، قررنا ان احنا نحل المشكله دي من جذورها. نعمل ايه؟ هنعلمكم ازاي تحسبوا موعد الولاده المتوقع، وازاي تحسبوا انتوا في الشهر الكام بمنتهى البساطه بحسبه رياضيه. بحسبه رياضيه. ايه الحسبه؟ بتتعمل ازاي الحسبه دي؟ سهله جدا. كل اللي هتعمليه ان انت طبعا ميعاد اخر دوره شهريه هتكوني عارفاه، هتزودي عليه 7 ايام. هنزود عليه كام؟ 7 ايام. يعني مثلا لو واحده كان اخر دوره شهريه عندها 1 يناير هنزود عليها 7 ايام، هتبقى كام؟ 8 يناير. بعد ما نزود عليها 7 ايام هنعمل ايه؟ خطوه واحده هنرجع 3 اشهر لورا، هنبقى بدل ما هي هتبقى 8 يناير هتبقى 8 12 8 11 8 10. ونقف عند هنا ونقول ان موعد الولاده المتوقع هو 8 10 اللي جاي. تاني واحدة كانت اخر دورة شهرية عندها يوم 4 ابريل، 4 4. طيب 4 4 هنزود 7 ايام هيبقوا كام؟ 11. بعد تبقى 11 4، هنرجع 3 شهور لورا هتبقى 11 3، 11 2، 11 1، يبقى متوقع انها تولد 11 1 اللي جاي. سهلة؟ سهلة، مفيش اسهل من كده. طيب انا عرفت ان انا حولت 11 اللي جاي، 11 يناير اللي جاي، 11 يناير اللي جاي ابقى كملت كام؟ 9 اشهر. يبقى اول التاسع هيكون امتى؟ 11 12. يبقى اول الثامن امتى؟ 11 11. يبقى اول السابع امتى؟ 11 10، وهكذا لحد ما اعرف انا في الشهر الكام. تمام. وتاخدوا بالكم ان موعد الولاده يوم مثلا 11 يبقى انا كل 11 بتم شهر. لو موعد الولادة يوم 7 يبقى كل 7 بتم شهر. هي بتتحسب كده. طيب في فروق بينها وبين السونار، بتبقى فروقات بسيطة مش كبيرة قوي، يعني 3-4 أيام بتعدي، لأن كل ده حسابات تقديرية. طبعا الحساب كله عند ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء عنده بمقدار. تمام. طيب في سؤال برضو كان جالنا من أم فاطمة الزهراء، أحد المتابعات المحترمات عندنا، كانت بتطلب انها عايزه تعرف اسابيع الحمل مع شهور الحمل، يعني الاسبوع ال 27 يبقى في الشهر الكام، الاسبوع ال 16 يبقى في الشهر الكام. هنسيب لكم دلوقتي جدول اسابيع الحمل بما يتوافق مع شهور الحمل. ونشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.